السلام عليكم ورحمه الله. واش الاخوان، اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ما نطولش عليكم بزاف. غادي نوريكم كيفاش انك تقدر تتحكم في البارابول ديالك وفي الضو ديالك، كيفاش تقدر تطلعه ولا تهبطه. كما كتشاهدوا الضو ديال الصانيه تيكون مجهد بزاف ديال الاخوان، تيقول لك كنعمي به الناس، كيفاش نقدر نيفيتي. المهم غنوريكم كيفاش واخا يبقى الضو مجهد ما تعميش الناس، هذا البارابول غادي نهبطوه ونتاينا غيبقى ديما يعطيك الاضاءه مزيانه، كيضرب في الارض وكيمشي مسرح. غنوريكم هاد الطريقه كيفاش غادي ديروها، ساهله، يقدر اي واحد يديرها غير راسو. وقبل الاخوان ما تنساوش الصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبداو على بركه الله. غتحتاجوا الاخوان سيرو التمنيه، ساهله، نطفيو الضو ديال الفار. الى جيتو هنا كاين هاد البولون، هاو الاخوان هاد البولون اللي هنا غادي نرخفوه، ديك الساعة عندك الحق تطلع ولا تهبط. وغادي نوريكم الفرق، انا دابا غنرخف فيه، راه ساهل الاخوان باش انك ترخفو، ماشي صعيب. المهم هو الترخيف دابا كنتحكم به غير بيديا، غنشعلو الفار. الى شوفين دار في الطوموبيل هو غادي يبدا يطلع ولا يهبط. دابا نطلعو، هو طلع انا غنهبطو، هو هبط مزيان، من الاحسن تخليه ديما هابط هكا، ما غاديش تعمي الناس وغيدوي لك مزيان وكيمشي الضو مجهد، يعني كيضرب واحد المسافه طويله، واحد لا ديسطونس اللي هي بعيده. الناس اللي كيعشقوا السفر، يعني هاد الضو هذا اللي وريتكم راه كافي. غير دابا حنا جينا اصلا في بلاصه طالعه كما كتشوفوا، ولي عاوتاني ديك البلاصه حتى هي طالعه. حنا دابا هبطناه باش يطلع، ها هو كيطلع الاخوان، راه مشى ضرب شي عند مول الحانوت باش يتهبط، ها هو كيهبط. طريقه سهله الاخوان، ما تنساوش تدعمونا بواحد لايك، ولا خصها شي حاجه الاخوان مرحبا بكم في المحل عندنا موتو فلوغ، مرحبا بكم عند خوكم كازاوي مروكي. نتواجدوا بحي اناسي، وبالضبط في باب اناسي قرب محطه النسيم تراموي، هذا هو باب اناسي الاخوان. شي تحيه خويا عادي الاخوان ديالنا. الاخوان بخير، لاباس عليكم؟ امين. لا خاصها شي حاجه في الثانيه. مرحبا، الله يحفظك. يلا الخوت، نتلاقاو في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمه الله.